لا انا لسه ولا حفله من اللي انا عملتهم دول تعتبر ان انا عملت حفله لسه. انا كل ده بجرب وبلعب وبروح اماكن، هي الاماكن اوريدي اماكن سهر بتاع، فهم هم بيجيبونا وبيطلبوني يعني، عشان الحمد لله الاغاني انا عاملها عامل لحد دلوقتي 10 اغاني او حاجه كلها هيتس الحمد لله يعني، الناس بتشغلها في الكلابز وبيبسطوا، فبروح اغنيها. انما الحفله الوحيده اللي عملتها جماهيريه بتيكتس وبتاع كانت في السعوديه في ميدل بيست، مهرجان اسمه ميدل بيست، وجا حوالي 200 الف بني ادم. فالحمد لله دي كانت حفله كبيره قوي بقى. ودايما في موضوع اللبس ده كمان هتلاقي مكتوب شيكالاستيك على اللبس، لان ده الكلمه اللي انا بقولها او البراند بتاعي يعني. وابتدوا بقى ناس كتير قوي تاخد الاسم ده، انا بحذرهم. معنى الكلمه نعم؟ كتير بتسأل على يعني ايه شكل السبل انت بتقوله ده؟ ما اقدرش اشرحها لك، لازم تحسيها كده. يعني بني ادم ده شيكاستيك وده مش شيكاستيك، يعني لذيذ ودمه خفيف وما بيقعدش ينقد ويقرفني. مش بتشوف ان في مقارنه بينك وبين محمد رمضان نفس اللاين؟ لا طبعا، محمد رمضان ده عمنا، ده هو محمد رمضان ده انا بحبه جدا، هو اللي فتوحه ان نرجع تاني يبقى عندنا الممثل والمغني والاستعراض وكل حاجه، وانا بحبه جدا وهو اخويا الكبير وبتعلم منه كمان، ان هو ياما شاف برضو وقدر يصمد وقدر بجد قدر يصدق نفسه ويصدق قلبه ويمشي ورا قلبه وطلع قلبه صح. فدي حاجه كلنا نتعلم منها. هو في طريق فتحه لنا واحنا كلنا ماشيين فيه، وكويس ان هو عمل كده يعني. لو ما كانش عمل كده كان الواحد يعني بدل ما يبدا من حته بقى لسه يعلم الناس يعني ايه ممثل بيغني وبيستعرض بتاع، هو جاب اخرها وتاجم كتير، مع ذلك جاب اخرها ونجح فيها وكسر الدنيا وخرج من مصر كمان بقى انترناشونال يعني بقى عالمي دلوقتي. في فيلم مع بعض انتوا بتعملوه؟ كان عندنا فيلم مع بعض، بس مش عارف الفيلم مصيره ايه، هو واقف شويه بس يا رب يرجع يتعمل تاني. رشحني معاه في الفيلم ده، وكان بيدعمني طبعا في ايام المهرجان الجونه، دعمني جامد. هو جدع وابن بلد وفنان، واثبت للجميع ان الفنان الحقيقي مهما حد حاول يعطله هيوصل.